ببلاد الشام بيقولوا إنه العدس مسامير الركب. شاف اليوم حياخدنا برحلة غنية بعالم العدس. شيف ملك، كيفك اليوم؟ كيفك اليوم انت؟ الحمد لله. سمعت رحت على المستشفى؟ ايه والله بعد ظهري يا شيف عم يجعني. ان شاء الله احسن. الحمد لله احسن. يلا كويس. هلا اليوم مشان وجع الظهر عامل لك عدس. لانه العدس بتعرف بيقول عنه بسمير الركب بتاعنا. مظبوط. فهيك بشد العظم، واحد بحس حاله مرتاح، بيقوى جسمه. هو فعلا بسمير الركب لانه عالي بالحديد. بقلبه كثير بروتينات، الياف. حلو. املاح معدنيه. فبتلاقي العالم بالاجمال بيستهلكوا عدس خصوصا بلاد الشام. وبالهند. في يعني كل بتلاقي كاري بس عدس. وعندنا وحده اليوم. بتلاقيها كلها عدس لانه فعلا بشد الركب. فحنبلش هلا. حنعمل تاي كاري، صحن تاي كاري اللي كنا يعني حنستعمل فيها الكاري التايلندي اللي هو عباره عن مزيج معمول من جينجر وجلانجال وحر وبصل. هذا بينطحن، هذا الفرق عنه. هذا عجينة كاري بتيجي بس تايلاندية، بتيجي مختلفة عن الكاري الهندي. هلا حنعمل طبق من الوحي التايلاندي. يلا حناخذ طنجرة